نيويورك تايمز بتجيب لنا خبر نتنياهو دمر غزة وهو يبحث عن انتصار رمزي بقتل السنوار ورفاقه، ولكنهم يروغونه، بيروغوه، مش مدين له انتصار حقيقي، مش مدين له حاجة يقدر يحقق بيها انتصار معنوي ويقف قدام شعبه ويقول لهم أنا قتلت فلان ولا علان. بالمناسبة في فيديو امبارح شفناه من الجيش الإسرائيلي لنفق دخلوه. النفق أنا شفت الفيديو وتابعته، في لقطة مهمة جدا، بيوصلوا عند حتة في الحيطة وبيكون مرسوم عليها وش واحد وكأنه مطلع لسانه، فأول ما بيجي عندها الكاميرا بيشيلوها تاني بسرعة. فبتبدأ تسأل نفسك، هي الناس كانت عارفة إنهم هيوصلوا هنا فبيحط لهم واحد مطلع لسانه يعني وبيستهزئوا بيهم؟ يعني هو بيقول له انا عارف انك تبقى هنا، وبالمناسبه انا حاطط لك الكلمتين دول وحاطط لك واحد ومطلع لسانه عادي، زي ما عملوا لهم فيديو قبل كده على النفق اللي واصل لمعبر ايريس، يعني جاي من عمق او من بعد طول 4 كيلو، قال لهم وصلتوا متاخرا، احنا متاخرين، احنا اصلا كنا عايزينه عشان نعمل بيه مهمه وعملناها. اسئله مهمه بتطرح نفسها. ونروح للجورنالزم بوست اللي بتقول زلزال سياسي سيضرب إسرائيل بعد حرب غزة، زلزال سياسي سيطيح برؤوس كبيرة وأولها كما يعتقد الكثيرون بيبي نتنياهو، بنيامين نتنياهو حيروح. مش هو بس بيقولوا ده، هياخد معاه سمورتيتش وهياخد معاه بن جفير وهياخد معاه المتشددين واليمينيين والمتطرفين والمهووسين في اليمين الإسرائيلي. السياسيين بيقول لك، وده مين ده، هنا الجيروزلم بوست هي اللي نقله، ان في زلزال سياسي قوي سيضرب اسرائيل بس تخلص الحرب على غزه. عشان كده بنيامين نتنياهو مش عايز الحرب تخلص. ليه؟ لان اول ضحايا الزلزال ده هيكون بنيامين نتنياهو نفسه. اه زي ما بتقول التفاصيل، تضررت ثقه اسرائيل بنفسها وفي قادتها السياسيين والعسكريين، وتراجع احساسها بالامن. ده تقرير كتبه هيرب كينون الكاتب الصحفي الإسرائيلي.